اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم طبخ ونص. تكون صايمين طيبين. عيد سعيد عليكم كلكم. وهنعمل برضو مع بعض لحمه جملي. وهنعمل لحمه جملي مع الرز. وازاي بقى هنعملها؟ حدوته لطيفه هتعجبكم. بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا بينا يلا بينا يلا. شويه سمنه حلوين. بلدي بلدي سمنه بلدي شويه حلوين. ايوه نار عاليه شويه في الاول. ماشي. في هذه الاثناء همسك شويه كرفس. معايا كرفس ومعايا جزر. معايا بصل جوليان كتير قد اللحمه تقريبا. ومعايا يعني 25,000 فص ثوم حلوين. ونقطع عيدان الكرفس نونه نونه. اوكي. وهناخد شوية كرفس الحلوين دول ونحطهم هنا كده. ونحط معهم الثوم. جميل جمال. ونحط الفلفل الحصى. ونحط البعصر. اصبر عليه شوية يا. خلي الثوم يتحمر الأول. يديني لون كده يبقى لطيف. شكلا وموضوعا وطعما. حمر 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 الثوم. ايوه ده لطيف كده الوانه لطيفه. وننزل بقى بالبصل. طبعا انا نزلت بالبصل في الاول. خلينا بقى ما الثوم يتحمر. هنخلي البصل معانا يلون قبل ما احط اللحمه. خلي البصل يلون قبل ما احط اللحمه. طيب قبل ما تقول لي حاجه اقول لك انا حاجه. يلا ناخد الجزر. يلا ونقلب. طبعا اللي هيحصل انه البصل هينزل ميه وبعدين تتبخر ويشربها المواضيع. وبعدين يبتدي البصل يتحمر. مش يتحمر يعني يلون بذهبي كده لطيف. ياخد مننا شويه وقت. ياخد شويه وقت. ياخد ما ياخد. المهم الحاجه تطلع صح. نشوف كده بقى اللون بقى لطيف اهو. بدانا نغمق شويه. اوكي شربت من الميه خلاص. وبدات البصل ياخد لون جميل قوي. هبتدي بقى احط اللحمه. طيب بما اني هبتدي احط اللحمه هم حاطط 3 فصوص حبهان. اوكي. وحاطط فصين مستكه. 3 ما تزعلش. اوكي. ورقه لورا. واخذ يقلب ويقلب. خلاص. خفيف خفيف كده خلاص. يلا ننزل باللحمه بقى. ونقلب.
نغير لون اللحمه، وبعدين ايه هنحط لها برضو شويه السكر. السكر الاول، خلي الخل لما ايه الميه تنشف شويتين ثلاثه. يبقى ايه معلقه صغيره من السكر. طبعا الميه بتنزل اللحمه، بتنزل الميه. اوكي، هستنى لما تنشف الميه دي. هوطي النار، اوكي، وادي معلقه الخل. وغطي. اوكي. نغطي نغطي نغطي. حلو قوي. يلا شويه الميه المعهوده ونغطي بقى. وطينا النار قبل ما نحط الميه، اوكي، ونسيبها بقى. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل الحدوت. ابقوا معانا. اهلا بكم بعد الفاصل وقد بدات المواضيع تبان. اوكي، بدانا نبان. هنعمل ايه بقى؟ هنحط يا عمدة يا عمدة يا عمدة، هنحط كده اهو بوك كده ايه على النار. بس الاول هنعمل حاجة كده. بص بقى، ننقل دي على نار اهدى، يعني على عين هادية، عشان عايز العين الكبيرة كده. اوكي، ونحط الكبيرة هنا ونعلي على الكبيرة. وهبتدي بقى ايه اعمل كده. هناخد شوية سمنة حلوينين هنا اهو، نشوف كده دول حلوينين ولا لا. هيبان هيبان. وبعدين اسيحهم تماما ونعمل ايه بقى؟ نقدح السمنة. اوكي، نقدح السمنة. هنشيل بقى ورق اللورد ده خلاص، وملح بقى، لان انا ايه ما ملحتش لسه، قلنا مش كده؟ هنملح بقى التمليحه بتاعتنا. تمام، خلاص ما دام بدانا نستوي نملح ونقلب نقلب نقلب نقلب، ونغطي شويه عشان ملحنا. دي ناخد ايه اللحمه، ننشل اللحمه. اوكي، هنسيب ده بقى على نار هاديه كده. اوكي، يعني ايه ينشف معانا شويه، ونبتدي بقى ننزل ده كده. اوعى وشك عشان هيعمل حاجات.
ونحمر. خلاص حمرنا، اوعى تنشف منك. يلا نزل بقى مكان التحمير ده هنا الجميل ده. خليك هنا بقى كده، ونخلي ده معانا لما ميته تبتدي تنشف. ميته تبتدي تنشف، هاتهولي هنا ونعمل نفضل نعمل كده لغايه ايه ما الميه تبتدي تنشف. هناخد الرز بقى ونحط له ايه، نجيب له هنا كده حاجه برضو ايه كده مثلا كده كده. اوكي ونحط شويه الرز الحلوين هنا. مثلا ونقوم واخدين الحاجات الحلوه دي وحاطينها على الرز. اوكي ونقلب. خلاص خلاص نرجع بقى ده هنا كده مع شوية السمنة الصغيرين اللي معاه، ونحط لهم معلقتين طماطم. نعمل كده. حمرناها الأول ها؟ وبعدين نحط الطماطم. أوكي. وطينا النار خالص على الآخر. ونبتدي نرغف. نعمل كده. ونقوم نازلين بالحدوته دي هنا. ونقدم ونقول لكم الهنا والشفاء. الله حلو قوي. يلا
اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا.